روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وروى الحاكم من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء جبريل فقال: يا محمد اش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. فإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينفعه من أهله ولا ماله إلا ما قدم، ولذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما أجمل القرآن، ما أجمل كلام الله، وما أصغر الدنيا عندما يعرف الإنسان صدر هذه الدنيا ووقاحة هذه الدنيا، وأنها لا تستحق أن نبكي من أجلها، وأننا نعيش ونتعلق بها هذا العيش العظيم. تركنا أولادنا، تركنا بيوتنا، تركنا أعز الناس إلينا، تركنا مساجد ربنا، تركنا الخير والقرآن، وأقبلنا نلهث وراء هذه الدنيا. كم من أناس عندما نذهب إلى المقبرة تجد أحدهم إما يدخن، والآخر يكلم بالجوال، والثالث يواعد، والرابع وخامس، والذي نفس غازي بيده. أنني أذكر في إحدى المقابر أن أحد الأشخاص يواعد آخر حتى يذهبوا إلى دولة ماجنة حتى يسهروا هناك. تدرون أين كان هذا الكلام والموعد؟ والله في المقبرة. في المقبرة. ما أخزى تلك القلوب وما أخزى تلك الأنفس. ولذلك يا ابن آدم ستموت، والله لا ينفعك إلا ما قدمت. لا ينفعك مالك ولا ينفعك ولدك ولا ينفعك أحد إلا الدعاء الصالح والعمل الصادق الذي قدمته. نبيكم كان يقرأ: ألهاكم التكاثر. بالحديث قال: يقول ابن آدم: مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ فلا ينتفع العبد من ماله إلا بما قدمه لنفسه وأنفقه في سبيل الله. ولذلك كان بعض السلف يقول: اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها. أحبابي وإخواني، لابد أن نتفكر في هذه الدنيا. ولا ينفعك يا ابن آدم إلا من قدمت، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. تفكروا، تأملوا، حاسبوا أنفسكم. أختي، قبل أن تضعي رأسك على الوسادة تذكري: هل أنا لي أصدقاء أكلمهم لا يحلون لي؟ هل في جهاز جوالي صور محرمة؟ هل في جهاز جوالي اللابتوب أغاني؟ هل أمور كثيرة تحتاج منا إلى تذكير وبصيرة. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.